معي من الحدود السورية التركية العقيد محمد الأحمد المتحدث العسكري باسم الجبهة الشامية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العقيد. هل ممكن أن نعرف تفاصيل إضافية فيما عسكريا فيما يتعلق بتطورات اليوم بدابق تحديدا، وإلى أي درجة هذه معركة حاسمة بالنسبة لكم، دابق لأهميتها وبالمقابل طبعا للأهمية التي يوليها داعش لهذه المنطقة؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. نحن بالنسبة لنا كفصائل الجيش الحر لم نولي أي اهتمام لمعركة دابق، إلا هي معركة ككل المعارك، إلا أن التنظيم نتيجة يعني البعد العقائدي أو استطاع أن يروج أو يروج لحديث هو حديث قد يقع قد لا يقع، ولكن الدعاية الإعلامية لداعش من أجل جذب المجندين أو المتطوعين لداعش عن طريق الحدود والترويج لمعركة دابق. أهمية معركة دابق للتنظيم بالتالي يجعلهم يحضرون بشكل مكثف، ويختلف هذا الموضوع انطلاقا من أي خلفية عقائدية بالنسبة لهم بدابق، ستختلف الجهوزية عن مناطق أخرى. انطلاقا من هذا، تحضيراتكم هل اختلفت؟ آخر تطورات فيما يتعلق بدابق والأماكن المتبقية، إذا تحدثنا أكثر عن شمال سوريا أماكن داعش. بالنسبة لدابق تحررت منذ الصباح، يعني منذ ساعات الصباح الأولى تم تحرير قرية دابق وزائد أكثر من 7 قرى أخرى من احتمالات صوران تلالين الصالحية. فالمنطقة اللي كانت بشكل كامل المنطقة اللي كانت امبارح تكلمنا عن تقريبا حصار لكل المناطق اللي فيها داعش في هذا الجيب في الريف الشمالي شرق عزاز وشمال شرق مارع وقرب أخترين، ومن ضمنهم مدينة أو قرية دابق. فالتنظيم لم يكن لديه أي فرصة للنجاة سوى طريق واحد، والهرب أغلب العناصر هربوا من ضربات المجاثرين. ألا تتخوفون أو هل تتحضرون أيضا لأي رد فعل انتقامي من قبل داعش؟ كيف تؤمنون دابق اليوم وما الخطوة المقبلة خاصة بمعركتكم للوصول بسير المعارك، يعني بالوصول للباب؟ يا دابق أصبحت الآن مؤمنة لأنه القرى المحيطة بكل دابق تقريبا تحررت، لأن الجيش الحر تم من اخترين أخذ محور باتجاه الجنوب الغربي، فأصبحت دابق محاصرة، فتم تحرير كل القرى دفعة واحدة اليوم اللي هي كما ذكرت 8 قرى، فأصبحت دابق تقريبا بمحيط القرى كلها محررة للتحضير لمعركة أو للتوجه باتجاه الباب. أنا أشكرك جزيلا على هذه المعلومات. من الحدود السورية التركية العقيد محمد الأحمد المتحدث العسكري باسم الجبهة الشامية.